السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في الحلقة الثامنة من لعبة دنكم، لعبة البقاء والبناء في جزيرة. واليوم إن شاء الله بإذن الله مهمتنا إن نسدد الديون. ميراك قال لي مطلب شعبي لازم أسدد الديون، عشان كذا أنا إن شاء الله بإذن الله في هذه الحلقة لازم أسدد الديون عشان أفتح المحلات الثانية، ولا يصير فيها زي ما صار المرة اللي فاتت، ما قدرت، الحراثة انكسرت، ما قدرت أصلح الحراثة. والله حتى كايدو قال لي أكبر غلطة سويتها إنك جبت حق المتحف قبل حق المزرعة، لأن المزرعة حتساعدني في السقة كثير، لكن أمر لله. شوف قاعدين نسقي، وإن شاء الله بإذن الله حنجيب المزرعة معانا بإذن الله. طيب يلا خلينا نبدأ الحلقة، بسم الله. حتى جون ما صار يسقي معايا، كان جون أول على طول يساعدني، الحين ما صار يساعدني. فالبنت المزرعة أظن لو جات حتكون إيش، حتساعدني أحسن منه كثير. فخليني إن شاء الله اليوم لازم، خليني بس أروح أجيب الصناديق حقتي، حقت ال شوف 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 هنا عند البريد، ما شفتوه أنا. كم أدوني فلوس؟ أيوه 9600. التمساح، أركز على التمسيح، والله التمسيح بتجيب لي فلوس أكثر من غيرها. هذا القفص حقي، وخذ. أنا عندي كم قفص؟ عندي قفصين بس، خلينا ننظف الأشياء اللي عندي هنا. تمام، عندي قفصين. فين عندي هذا؟ أيوه أروح أدور على التمسيح، لازم اليوم بإذن الله حتى أبيع كل شيء عندي. شوف الطير هذا، الطيور هذه كيف أصيدها، كيف أصيدها الطيور هذه. شوف، لا أبغى يا تمساح، وكمان أقول لكم لا لا لا، خلي أروح النعامة السوداء حتى AM تقول لي البيض حقها إذا حصلته حينباع. تقول لي لا أسرق البيض، بعدها تقول لي لا أسلفه، السرقة حرام. طيب أروح أدور البيض. والله حتى مين قال لي؟ حتى احمد هنتر قال لي على المعلومه هذه، وفي الحلقه اللي قبلها قال لي عليها محمد برضو، قال لي لا تكسر العش عشان ممكن تاخذ منه بيض. خليني ادور عليه، يلا خليني ادور. شوف شايف عش ها، بس ما في بيض. شايف نعامه سوداء، اوه موس، ما اقدر اقاوم الموس. حط حط، خذ 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 الموس خذ. طيب اظني ما في، شوف ما في شيء. اوف جات احب اللي يهجم علي. تعالي تعالي تعالي، انزلي. نعامة سوداء كم كانت تعطي؟ نعامة سوداء ما قست. ايوه تعدت علينا، ايوه ايوه تعال امشي، ايوه يلا حلو. بر تقول لي، تقول لي بر دحين، تعال اجري علي. ايوه اجري علي عشان احط لك القفص هنا الحلو ياكل. شوف كيف شردت منه، تعال. يا سلام، مره احب القفص انا. يلا تعال ناخذه ونرجعه، اليوم نبغى فلوس. لازم اسوي لي كمان قفص ثاني، بس المشكلة انه القفص يبغى سبرينج. خلينا نشوف، يبغى سستة، ما عندي سستة، خلينا نشوف. يلا يلا وصلنا، ايوه نحط اشياء هنا، لازم نسوي درجة هنا نضبط. هو هنا طلع موز عندي وما ادري عنه، تعال جمع الموز، جمع الموز. حلو، وهذه الشجرة انا زرعتها ترى من اول، والله يبغاني بعدين اضبط المكان. والله طيب يا طيف، طيف اتريق علي يقول الانسان ما يروح مكان الا يخربه. انا فرحان قاعد ابني وكذا، يقول لي حط كسر الشجر وحط طوب واسمنت. طيب يا طيف انا اوريك كيف شغلك. طيب في كمان قال لي مين؟ قال لي سوي شراب. شوف خلينا اشوف اقدر اسوي شراب. حسين قال لي كلام مره حلو، بس ما اقدر صدق، البرميل ما فتحته، لازم افتحه اول شيء. صح يا حسين، خلينا اشوف هنا عندها. هنا هذا يمكن عشان نسوي يلا نسوي، ناخذ نفتح هذا، خلينا نسوي جسر. قال لي انك تقدر تسوي عصيرات. يا سلام، هذا عشان فتحت. اوه جسور، ان شاء الله باذن الله اسوي جسور كبيره. طيب حسين سالته قال لي هذه الورده فينها؟ والله انا بعتها ولا فين وديتها. ورده الحمراء هناك اظن حطيتها في الصندوق، استنى خلينا نشوف. قال لي سوي منها عصير، والعصير ينباع غالي، لكن ماني شايف البرميل حق العصير، مو هذا يبغاله، شكله لسه تنفك بطريقه، والله ناسي فين تنفك. خلينا نشوف بعدين، نجمع النقاط، شوف المهام اليوميه لازم نسويها كمان. طيب طيب اطبخ واحده فاكهه عشان ناخذ المهمه. يا عشان شوف اخذنا المهمه. ابغى اجرب هذا، شوف الاستمنه حقتي، رحت صدت حي واحد حيوان راحت الاستمنه، فخلينا نشوف اكل يزود الاستمنه. الموز يزود الاستمنه، لكن هذا شوف الفاكهه، هذا ايش يسوي؟ يعني زودت شوية استمنة. الموز أنا أفضلهم. شوف الخيمة هذه ما دخلناها، هذا الدكتور العالم. أيوه إيش عندك أنت؟ أوف
شوف ايش يسوي، ويذر ستيشن ريبير تيبل 60,000. والله انا غالي غالي، لا 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 انا ما ابغى الحين اسدد الديون، ما اقدر اشتري اي شيء. هنا في عنده اشياء، باي فلو فلاور بوت. اوه نشتري واحدة، نشتري واحدة. يلا يلا، كيف تسوي مزهريات؟ احب الشغل هذا. خليها بعدين. هذا ايش يسوي؟ هذا ريبير كيت. هذه هنا ايش؟ خلاص خليك، خلاص ما نقدر نلعب الفلوس. غلق اللحم حلو، غلق ايوه. ابى اشوف اللحم هذا قديش تعطينا. اوه حلو. طب بعدين ناكل الموزة، زود لي. يا سلام، شوف كيف اللحمة الواحدة والله مهم، طلع مرة مهم. يلا خليني اروح اشوف لي تمساح ولا شيء اصيده. الطيور هذه ما انا قادر كيف اصيده بصراحة. اديك الرومي اقدر اصيده، اديك الرومي كذا احطه على القفص. والله شلته، أوه. بس اظنه مو غالي صح؟ خلينا نروح نرجعه، يلا نوديه ونشوف كيف الحكاية وكم يدينا فلوس. يلا يلا جيبنا هنا، لازم نسوي قفص ثاني كمان. القفص هذا حقنا ما يكفي، ما يكفي. ايوه جيب قفص. اوف اخذنا، اقول خلينا ناخذ الاشياء اللي طلعتني مايلستون هذه. طيب خليني افتح الهانتنج رقم 2. هذا بفتح هذا، ايش يدينا لو فتحته؟ ايش يفتينا؟ فتح لنا شيء جديد؟ اوه هذا فتح لنا شيء جديد. لحظه خلينا نشوف ايش يبغى للقفص الجديد. هذا القفص القديم ما ينفع هنا. سمبل هذا انيمال تراب. اوه هذا هارد وورك. اولد سبرينج، اولد سبرينج عندنا صدق. يبغى 2. الاولد سبرينج موجودة، انا حطيتها هنا شايفين. اوف والله ما اقدر اقاومك. اوه تعالي 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 يا، خلينا، لانه قال لي احمد معلومة مهمة، قال لي لو جبت 10 اشياء يديك كاميرا، يبيع كاميرا. فانا ابغى اجيب له 10 اشياء، وهذه الاشياء لازم على طول. ليه موقف انا؟ انا ليه موقف؟ طيب عندي حديد، عندي حديد. لا هذا تن، هذا تن. انا ما جمعت حديد المره اللي فاتت، كان يجيبني. ناخذ الاولد سبرينج، عندي 4. لازم بسوي قفص كثير عشان اقعد اصيد، عشان فلوس، عشان الفلوس. وهذا الستيك نحتاجها، فين هذه كمان نحتاجها. طيب حلو، هذه الورد اللي قال لي عليها، قال لي كل 10 يسوي لك عصير. بس فين اللي يسوي العصير؟ انا ماني عارف صراحه. طيب نجيب، قول له ابغى اسوي 1 و2، يكفي يكفي 2 و3 و4. هجيب العيد. هذه ما سقيناها، ما سقيناها هنا، لا ماني عارف. هذا الطماطم قاعد اسقي فيها ليه؟ قولوا لي الوصفات، في وصفات اسويها بالطبخ. هذا شوفوا المطبخ اللي عندي اللي هنا، شايفين في شيء يستاهل؟ والله شوف انا كاتب فيه اشياء تديك 35 هيل، ابغى شيء يجيب لي فلوس. وشوف الدود، عنكبوت عنكبوت، صيد صيد. يا سلام، كمان هذه جديده، حلو حلو. طيب ايش في؟ ما في تماسيح، ادور على تماسيح من اول، ما انا محصل ولا تمساح. شكلي حصيد اي شيء احصله. تعال يا قنفوذ، ما انا محصل، ما انا محصل شيء اصيده غيرك. ايوه تعال هنا، تعال سوي حركاتك هنا. يلا تعال، ايوه اجري اجري اجري. وين صاد؟ يلا ارجع. اوه شوف في تمساح هنا، في تمساح. اقعد هنا ممكن؟ ممكن تقعد هنا شويه. التمساح اهم صراحه، اهم. خليه يضرب الكلاب، يضرب الكلاب وانا اضربه. ايوه احبك يا تمساح، احبك يا تمساح. تعال 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 عندي، تعال عندي، تعال. قتلتني كم مره، قتلتني، انا اوريك انتقام. ايوه يا سلام يا سلام، ما اقدر اشيل 2 مع بعض. يا ريت اقدر اشيل 2 مع بعض. اجيك اجيك يا زنجوب، يا قنفوذ. حطينا هذا، نروح اجيب القنفوذ. وجبنا القنفوذ، والليل جاء علينا دخل، والدكتور قاعد يخرج. هل المتحف قفل؟ كنت بعطي المتحف شيء قبل ما قفل، شكله قفل، لانه ابغى اسوي زي ما قال لي احمد، قال لي جيب له 10 اشياء، وجبت له والله اشياء كثيره. شوف هذه الشيئين بس، شوف هذه الورده البلو، وهذه موجوده عنده، وهذه موجوده عنده. طيب يلا خذ هالشيء، خذ العنكبوت او شيء. اداني مهمه، قال لي يبغى شيء مطبوخ، فاكهه مطبوخه اظن عندي. اشوف، خليني اشوف عندي ولا لا. يبغاها مطبوخه، طيب اروح اطبخ لك اياها واجي. يلا كل بساطه احط لك اياها هنا.
جون خرج ولا موجود؟ ابغى المحل حقه. جون موجود في المحل حقك ولا خرجت؟ لا قفل على طول. جون انا اعرفه ما يحب يشتغل. يلا هذه غلقت هنا، شوف الدنيا كيف مظلمه. والله بس طلع بيتنا حلو في الليل. يلا هذا اللي تبغاه، يلا خذ خذ. يلا ايش اعطاني ايش اعطاني؟ اوه اخيرا انا ابغى البس. اي والله خطير، والله شكله صار خطير اخيرا. شوف جون فين يروح، ايش يسوي جون؟ عندك انت عمليه خطيره ولا ايه؟ والله ما ادري عنك انت خرابيطك. طيب خلينا ننام، خلينا ننام والصباح رباح. يلا بسم الله بسم الله. يلا قمنا اليوم الثاني بسم الله. نشوف اول شيء ايش الفلوس حقت الاشياء اللي صدناها امس. اول شيء نحن صدنا نعامة سوداء 8400 حقها. طيب وبعدين صدنا اظن 4200 التركي. اوه التمساح 9600. تمساح ارفع يدك بصراحة. القنفوذ كم؟ القنفوذ كم حيكون؟ طيب القنفوذ 8400 مبطل. تمام يعني كم عندنا فلوس سوينا؟ خلينا ندفع الدين نشوف قديش بقينا. 120 يبغوا 120000، فنحن نديك 70000 دحين. 70000 يلا خذ. يلا اوه يا قلبي كم صار باقينا؟ 50000. يلا بسيطة 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 بسيطة. يلا شوف الفلوس تنزل وقلبي يعورني. ما عندنا زوار اليوم. طيب ابدأ دائما يومي اني ابدأ بالزراعة، بس اسقي الموية. فين جون؟ ولا اشتغل ولا اشتغل جون. طيب يا جون اوريك، انا سويت لك حلقة وكتبتها باسمك جون الطيوب. فين شايفينه؟ ما انا شايفه. شوف ولا سقى ولا شيء. طيب يلا خليني انا بس اقول اسقي شوية. شوف جوبوا جا جون. طب روح روح هناك اسقي هناك. هلا خلاص انا سقيت، روح المكان الثاني. شوف بيروح ولا ما بيروح؟ والله بيروح شكله. شوف جاء الساعة 8 راح بحله. طيب انت تجي من بدري. يا الله راح المحل حقه دحين. يلا خلينا نكمل انا شوية. يلا ابدا اروح صيد احسن لك صيد، خلينا هو اللي يجيب الفلوس. طيب انا جيت عند النعامة السوداء لسه ما جابت بيض، لكن يلا خلينا اصيدها اصيدها برضو. تعالي هنا بسرعة، شايف موز فوق، ابغى الموز ابغى الموز بعدين اجيك. جمعت الموز. شوف والله ما طلع ولا شيء، بس ما كسرت. شوف ما كسرت محمد، عشان ايش لا تقول اني اكسر البيض. طيب خليني اشوف هنا في بيض ولا لا. هنا هات هات الجروف، هات الجروف، نزل اللي عندك هنا وتعال برميل. ان شاء الله في بطاريه. خذ خذ خذ. اوه لا اخذنا برايت واير. حلو 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 حلو، بس باقي لي بطاريه الحين، بس باقي لي بطاريه. خلينا نرجع هنا كمان. يلا يلا هذا حطه هنا وتعال حفر هنا. يا سلام برميل حلو. ايش طلع؟ ايوه ايوه يا سلام، يا فتحنا التليبورت. خلاص خلاص فتحنا التليبورت. يا سلام علينا. ارمي ارمي هذه هذه عندنا منها، ارميها. نرجع ناخذ هذا ونفتح التليبورت. شوف التليبورت هذا فين ودينا. ناخذ النعامة السوداء معانا. شوف تترفس. ابى اصيد النعامة البيضاء، خليني اشوف اقدر اصيدها ولا لا. كذا احط عليها. ايوه والله صدتها. اشوف البيضة هذا قديش تدينا. يلا خليني اروح اودي هذه اول شيء، بعدين ارجع لهذه. هذه النعامة البيضاء حلو، حط هنا الطيرة. هذا هنا لازم اسوي درج شوية واحط لحظة لحظة انا اوريكم كيف. اول شيء ابغى البذور انا حقت هذه. ايوه يا سلام اكسرها هذه، هذه مضايقتني. دحين يزعل مني طيف، يقول لي انا اخرب الدنيا. طيب هذيك هذيك عشان لا تضايق صالح. صالح كيف حالك؟ انت موجود معنا ولا لا؟ من اول بس من زمان ما شفت تعليقك. حط واحد هنا حلو. وفي عندي القديمة هذه بخليها، الأرضية القديمة فينها؟ هنا سووا رصف فيها المكان. أنا ليه حاطها عندي إذا ماني عارف؟ يلا ها عشان طيف ينبسط. هيا هيا طيف ها. حطينا هذا، هذا خربنا الدنيا. طيب طيب خليني أروح أجيب القفص الثاني. تمساح تمساح، حط هذا هنا وتعال. تعال يا حبيبي تعال. يلا تعال هنا تمسح، يلا بسرعة بسرعة تعال. يا سلام اخذك.
شوف كيف شكلك، والله تمساح ما في احسن منه في الفلوس. ورق، يلا نحطه هنا وروح اجيب النعامة السوداء، تركتها هناك. يلا. اليوم الجو عاصف، شايف الرياح كيف؟ شوف اوراق الشجر طايرة، ما نعرف ايش يفرق يعني الجو عاصف ولا غير عاصف. يلا روح. كم عندي قفص؟ بقي لي ثلاثة قفصات. ايش هذا؟ كلشت ثلاثة اقفاص. من المهمات اني اجمع لحم. شايف الديك الرومي هنا ممتاز، حتى لحمه والله يزود الاستامينا. تعال ابغى فخذ، احب الفخوذ، فخوذ الدجاج. يا سلام سلام، صار عندنا درج هنا. يلا نحط، يلا واللي بعده القفص جاهز، وبقي لي قفصين. لازم اليوم ان شاء الله نجيب فلوس. في لحم في لحم اصلا طايح هنا. استنى استنى، كيف استنى؟ خليني واحده واحده. اول شيء افتح التليبورت هذه واحط الاشياء، لاني جبت تقريبا كل شيء. جبت البطاريه الناقصه وجبت هذا ناقص. والله انفتح شكله، ايش فيه؟ طب بس قبل ما اروح، اروح اخذ اللحمه هذه عشان ايش المطلوب في المهمات اظن؟ ايه لحمه. حلو، ايش مطلوب في المهمه؟ هو اني اطبخ لحمتين. انا كنت احسب انه اصيد لحمتين. طيب خلينا احط هذا والله ممتاز، هذا ممتاز، خليه هنا. وخليني هذا احطه هنا عشان اطبخه. يا سلام، خلاص سويت المهمه. ايوه طيب خلينا نشوف الحين هذا فين ودينا التليبورت. ان شاء الله يودينا مكان حلو. ليه ما اشتغل؟ يمكن يبغى له لازم من اليوم الثاني يعني، ماني عارف ليه ما اشتغل وانا فرحان فيه. طيب عندي قفصين، باقي لي قفصين اخذه. اوه شوف الطماطم، ما انتبهت للطماطم. اطلع اطلع طماطم، اطلعي. انا كل يوم مسكيكي، ان شاء الله تفيديني المره هذه. بروح ابيع على جون اشوف قديش ياخذ الطماطم مني. جون عندي طماطم، تبغى؟ ترى ما حتحصل طماطم. 5000 يشتريها، 5000 كل هذا الطماطم. لا لا لا، شكلي احتفظ فيها احسن. طلب مني 6 خشبات. والله غلقت الخشبات، ما عندي الا واحده. طالب مني 6، خليني اروح اجيب له اياها، وكمان اصيد في الطريق، كمان ادور لي شيء اصيده. اكلت اللحمه، شوف اللحمه والله زودت لي، شوف قديش زودت الاستامينا. شوف بس اظن انت لو اكلت لحمه ثانيه، والله شوف كيف زودت الاستامينا كثير. بعدين اكل موز ترف فل تو فل. طيب يلا خلينا نشوف، ادور الخشب اللي ابغاه. القفص، لف على القفص. ايوه اخيرا، وهذا الخشب اللي يبغاه جون. بسرعه بسرعه كسره والحقه قبل ما ينام، قبل ما ينام. يبغى 6، ويبغى 6 هذا. يلا وصلنا، والله المنظر رهيب في الليل. يلا اظن باقي لنا واحد قفص لازم نسويه قبل ما ننام. هذه فراشه ما بعتها، لازم اسوي صندوق هناك احط فيه الاشياء. خليها يلا، احط اللحم. لا ما في وقت. اوه هذا انا ما بعته، كنت ببيعه لجون. جون لا تقفل محلك. قفل محله وراح. تعال يا جون تعال. فين بيروح؟ تعال. جبت له خشبات، يلا خذها، خذ الخشب. يلا يبغى 6 منها. ايش اعطاني؟ اوه اداني شيء، خليه. شوف ايش اداني، كيف شكلها؟ كيف شكلها؟ لا ربيته في الارض انا ولا فين؟ لا ويزرد روب هنا. اوه شوف كيف لبس، والله لبس خطير، احب اللبس والله. المره هذه اخذنا لبس. فين التمساح هذا؟ ما شفته. الله جابك يا تمساح، الله جابك. تعال يا حبيبي تعال، بس لا 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 تروح هنا. ايوه هجم علي المجرم، كلبشه. والله الليل رهيب طلع. يلا كذا غلقنا، كذا غلقنا كل شيء، نروح ننام. بس والله عندي استمنة، باقي عندي استمنة. عارف ايش بسوي؟ ابى اكمل التحفير اللي هنا. طيب انا قاعد اجهز بس عشان بعدين ابزرع المنطقة دي كلها. شفت كيف يا طيف؟ انا برضو اساعد الطبيعة. اظن يكفي كذا، خلينا نروح ننام. نروح ننام والصباح رباح. هنا في ورود، ايوه خذ الورود اللي هنا، ويمكن يشتغل معانا التليبورت بكرة، خلينا نشوف كيف. يلا بسم الله، روح نام. يلا قوم، يلا يوم جديد، يلا. اوه جانا زائر، بس اول شيء نشوف الفلوس. الله طيب
يلا هذا كم؟ يلا هات هات. جمع جمع فلوس. والله جمعنا فلوس مرة كثير. أظن خلاص حنسدد الدين إن شاء الله. 49 أوه بقي لي شوية شوية. طيب لا لا خلينا نجيب الفلوس. أروح أبيع عند جون. أول شيء هذا التليبورت يشتغل ولا لا؟ ليه ما يشتغل؟ إيش المشكلة؟ ليه ما يشتغل هذا الشيء؟ آه. يا جون أول شيء هذا كم تأخذه مني؟ أربع أشياء. كم تأخذها؟ 60,000. 60,000 ولا من أول عندي ومن إداري؟ أوه. واو 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 60,000. أسدد الدين وافتح اللي بعده كمان. يلا يلا يلا. كم تبغوا بالملي؟ 49 و8 و3 و5. يلا دفعنا الدين دفعنا الدين. يلا اللي بعده. هذه اللي قال لي عليها أحمد. هذه كم يبغى لها؟ 10,000. نرجع نحطها. نحطها فين؟ نحطها هذه. حطها هنا. يلا يلا حطها. ايش فيها؟ تاون انه يعني ما في بس لوحة اعلانات. طيب ايش فائدة لوحة اعلانات؟ ايش استفيد؟ ايش استفيد من لوحة اعلانات؟ طيب نبغى البيت المزرعة. يقول عشان بيت جديد لازم تدفع 95. طيب لازم اجمع 95,000 عشان ابني بيتي او احرك بيتي. طيب محارب قال لي معلومة مهمة انه المهمات ما غلقت، انه لازم اجيب 5 في القرية، فانا عندي 3 بقي لي 2. ان شاء الله باذن الله اجيبهم. صح ما غلقت. شكرا محارب. احلى شيء انه اليوم مطر، يعني كل الزرع حينسقى لوحده. مرة حب المطر. طيب خليني اروح ادور على البيض، لازم اشوف بيض. بيض نعام. والله ما يجي بيض النعام، شوفوا ما في. يعني كم يوم جيت ما حصلت شيء. ايوه ممتاز، اسمنت غلق هنا عندنا، ناخذ الاسمنت. ابغى اسوي مزهريه. وفين المزهريه؟ تحتاج يا سلام كم مزهريه نقدر نسوي؟ بس واحده. طيب يبغى نشوف الجسر هذا ايش يبغى له. لا مو البالم، البالم صعب، ولا الهارد. هذا القم يحتاج. بسيط جدا بسيط جدا. ناخذ الخشب والمسامير. يعجبني يعني شوف تسوي واحدة يا سلام. شوف ما هو صعب البناء. ناخذ ايش يحتاج؟ مسامير. والله يحتاج مسامير كثير. لا تقول لي ما اقدر، لا تقول لي ما اقدر. كرافت. والله على طول مرة تاخذ مسامير كثيرة. الجسر ياخذ مسامير مرة كثير. يلا شوف ياخذ 15 صح؟ يعني اقدر بس اسوي جسرين. غلق من عندي. طيب كم جسر عندي الحين سويت انا؟ كم جسر؟ 3. نشوف ينفع ولا ما ينفع. هذا ايش اسوي كذا؟ احطها هنا، احطها مثلا هنا. حلو. وبعدين ابى احط فيها كيف كيف ازرع فيها؟ طيب لا هذه ولا ورده. خطيره خطير. اقدر احط يا سلام. والله حملي المكان منه ان شاء الله. طيب خليني اروح اشوف الجسر كيف يصير. يلا انا مبسوط اليوم انه يوم ممطر. هنا المنطقه هذه دائما اجي منها، فلو ابني جسر ارتاح كل مره. ايوه حلو حلو. كيف يبني الجسر؟ بس اسوي كذا. طب ابغى اغير مكانه. ايوه يا سلام يا سلام. والله خطير. بس لا مو عاجبني هنا، مو عاجبني انه حط 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 الجاروف. ايوه كذا. ناخذ من هنا، ناخذ هذه اللي هنا البصله ونظبطها عشان يطلع الجسر مظبوط. حلو. ايوه. وناخذ هذه كمان نحط هنا. والله تحت يعني انه مثلا. طيب يلا نمشي كذا. والله جسر محترم، جسر محترم. خلينا احب اضبط. ايوه كذا نظبط هذا كله بعدين. يا سلام خطير خطير. طيب ايش الاشياء الثانيه بسويها؟ ابغى اجمع من هذه شجره. شايفينها هذه شجره؟ اكسرها، ناخذ الورود اللي فيها ونضربها وناخذ البذور. وهذه اخر واحده هنا.
تمام، ونجيب الجاروف ونحطه هنا نقفل. هذه ايش ميزتها؟ ما اسقيها زرع، وبعدين يجيب لي ورد اقدر ابيعه عند جون فبكبرها. هذه ان شاء الله تصير مره كبيره، ومنها عشان طيف لا يقول اني انا والله قاعد اصحر الدنيا. انا ترى ما انا قاعد اصحر الدنيا يا طيف. وهذه الاخيره، هذه تطلع لي هذه الورده، شايفينها؟ هذا الورد. خلاص جاء الليل. يلا ننزل. يا سلام. طيب اعزائي المتابعين، اظن بكذا وصلنا الى نهايه حلقه اليوم. نشوفكم ان شاء الله في الحلقات القادمه باذن الله، وفي امان الله.